نفس الخلفية. نفس طب الخلفية ونفس الألوان. كان كل تصميم الأساس فيه إيه؟ يعني كلهم الفكرة، يعني أوكي الفكرة، الثورة كان عبارة عن مشاهد ولا عبارة عن صور كاريكاتيرية ولا عبارة عن هو إيه يعني؟ كان كل واحد ورؤيته الخاصة، وأنا جيت في الآخر ربطت كل رؤية من دول بالتانية وجمعتهم أنا كلهم في قصدي يعني تصميم واحد. نوع الرسم، يعني إيه، هل كان أشبه للتجريد شوية، أشبه للتجريد شوية؟ تجريد، وكان فيه هو مصطفى عمل شوية حس كرتوني شوية، يعني أشبه بالكرتون شوية، وأنا عملت أشبه للتجريد. داليا برضو كان في نفس سكة التجريد وكده. ربطت بقى ده كله في بعضه، أخدت العناصر من هنا وحطت الخلفية وراهم وحطت الألوان بحيث يطلعوا تصميم متناغم يعني. طيب برضو للمشاهدين الكرتوني ده اكيد انتوا فاهمينه، ولكن رسوم الحاجات التجريد انه التعبير عن الافكار بدون اشكال مباشره، يعني بالظبط تقف كده طريقة تتامل مبسطة. وتفكر، يعني هي اعمالا للعقل اكتر منها شيء مباشر، يبقى فيها تبسيط يعني، يعني لان بيبقى فيها تبسيط بالظبط. اتكلمنا في جزء من الجدارية عن موقعة الجمل، فرسمين جمل من غير تفاصيله واللي راكب عليه من غير ملامح وشه وكده، يعني هي كلها كده. وده جميل، احنا بندعو الناس ان هي تتامل في الحاجات دي، وندعو الناس ان هي تتامل الزباله اللي عندنا في الشارع، وانه يا ريت ما نرميهاش تاني، ويا ريت نحاول كل واحد يعمل حاجه صغيره. طيب ده الموضوع. لينا، رد فعل الناس في الشارع كان ايه؟ انتوا خلصتوها في يوم، اكيد طبعا رحتوا تشوفوا ايه رد الفعل ده. حد رمى زباله تاني بعد كده، ولا رحتوا لقيتوا الناس بتتفرج عليها واقفه بتسال هو ايه اللي مرسوم، ولا الناس كلمتكم على طول، هو ايه اللي حصل؟ احنا ما كناش محتاجين نستنى لغاية ما اليوم يخلص يعني، احنا رد فعل الناس كان سريع جدا وكان حي جدا، كانوا كان متفاعلين واضح في تماما نفسه. احكوا لي، قولوا لي. يعني. احنا هو كان في ردود افعال متباينة يعني، كان في زي ناس تيجي تقول لنا يعني، مثلا احنا برضو في ناس رأيها اللي هو طيب انتوا عاملين دي احتفالا بالثورة، ما هي الثورة مثلا لسه ما نجحتش وكده. فاحنا ما كانش الهدف بس احتفال، بس احنا كمان بنوثق الاحداث على انها تبقى دفعة امل ان الثورة ان شاء الله هتنجح في هدفها يعني. ثانيا كان في ناس تانية اللي هو مبسوطة جدا لدرجة انهم بينزلوا يشاركونا وكده. وفي ناس تالتة بقى اللي هو طيب انتوا مين قال لكم تبوظوا لنا الحيطان كده؟ تبوظوا لنا في الحيطان، هو كان فرحان بالزبالة يعني. مثلا يعني، او فرحان في ناس بشكل الصورة. بتخاف من هي التغيير وجهة يعني. نظر يعني، هو الفن وجهة نظر، فاحنا ممكن يكون شغلنا عجب الناس، بس هو اللي كان بيقول كده كان بيقول قبل ما نلون وقبل ما نبتدي شغل يعني، ممكن اللي هو يكون بعد ما رجع بعد كده وقف يتفرج، واللي هو الله يا هو جماعة. ممكن يكون كان خايف ان احنا نكون من الناس اللي هو بيعملوا اعلام علم مصر، علم مصر كتير قوي على الحيطان بعد الثورة وكده. والله يا ريت يا شيخ تبقى مصر، تبقى هو الدنيا طبعا كلها علم مصر، على الاقل الناس اكيد هيبقى تفتكر احسن. انها تحافظ على بلدها، لان احنا عندنا مشكله في السلوكيات فظيعه في الشارع. يعني مشكلة في الانتماء اكتر منها السلوكيات يعني، العلم ما هو دليل انت على عشان يبقى الانتماء في سلوكيات كويسه لازم يبقى في انتماء، بالظبط فيعني كده. اللي هو لو اللي فكرنا، هيحب لو العالم بلده كده مش قدام عينينا دايما على طول، انا حاطط علم مصر في ايدي عشان افتكره دايما. يعني انا عايز اقول لك كان في قصة مؤثرة، ان واحد من المرة مجرد حد معدي بالعربية بتاعته كان معاه ابنه صغير تقريبا 3 سنين، نزل رسم معانا وابنه رسم معانا، وبعد كده راح المدرسة جاب ابنه تاني اكبر منه شوية في ابتدائي او حاجة، ورجعوا الولد واخوه قعدوا يرسموا معانا في الورشة اللي كنا عاملينها للاطفال، والراجل فضل يرسم برضه معانا على الحيطة لغاية ما اضطروا الراجل كان يمشوا. شغال معانا في الجدارية وأولاده شغالين بقى في الورشة. طب جميل، وهو ده هدف الفن، الارتقاء كان بحس وذوق الشعوب، وانه الارتقاء بسلوكياتنا تفاعل. نفسها. ما هو اكيد اللي هيجي يرسم ده اكيد مش هو اللي بيرمي زباله، لا ونتمنى اللي بيرمي زباله ده ان هو او اللي بيمشي عكسي او عندنا سلوكيات كتير جدا محتاجين بس ان احنا نراعي ربنا في بلدنا. طيب ممكن تشرحوا للناس ايه فرق الصعوبه ما بين انك تعمل جداريه، انا عارف يعني انا بتكلم انا للناس، فرق الصعوبه في انك تعمل جداريه بتترسم على الحيطه من انك تعمل لوحه، او ممكن تعمل حتى جداريه تتعرض في معرض، ايه الفروق برضو للناس عشان تبقى قادره تتخيل الموضوع؟ هو الفرق ان انا لما بعمل لوحه في معرضي خاص، او هعمل لوحه اعلقها في بيتي مثلا، ان انا ممكن اعمل حاجه تعبر عن رؤيتي ووجهه نظري، او حب، او لون معين انا بحبه، او مجموعه الوان معينه. انما لما هخاطب الناس فانا بعمل لهم حاجه لازم تخدم قاعده عريضه من فكر الناس اللي هتشوفها. فانا دلوقتي عندي قاعده مشاهدين، لازم احترم رايهم وفكرهم، فلازم هل في كان اتكلم عليكم نوع كمان. من الرقابة؟ يعني هل في مثلا جه حد قال لكم لا والله وروني التصميمات قبل ما تطلعوها هو عشان، طبعا كان الموضوع منظم و طب بقى فهمني هو منظم يعني رئيس ازاي بقى؟ الحي عشان نبقى يعني عارفين، رئيس عشان ما الحي تلاقيش كل واحد نازل برضو اللي هو ايه، راح جايب علبتين سبراي وراح مبهدل الدنيا. ما هو في ناس فاهمة الفن غلط. هو احنا اخدنا دعوة رسمية من رئيس الحي الضوئي، اتحركنا بعدها على طول، ابتدينا بقى نشتغل على التصميم وكده. وبعدين طبعا ودينا نسخة من التصميم لرئيس الحي واتوافق عليه، فاحنا ابتدينا التنفيذ بقى وحددنا الميعاد واعلناه،
واشتغلنا وخلصنا بس هل 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 تم تعديل شيء او اعتراض على شيء يعني؟ لا لا، هو لان احنا كان هو كان محدد لنا من الاول ان هو حابب اول مشروع نعمله في الدقي يكون جدارية عن الثورة، فاحنا طيب عملنا الموضوع يخدم ده يعني. اخر سؤال عايز رد سريع عليه، انتوا طبعا الالوان والحاجات دي يعني دي بفلوس، ما حدش يعني دي مش هتلاقوها في الشارع، فالسؤال هل انتوا جمعتوا الفلوس الحاجات دي من بعضكم ولا يعني صرفتوا على الموضوع ازاي؟ هو احنا في الاول المشاريع اللي قبل كده في الاول خالص كنا ممكن ساعات بنبتدي نجيب الوان بفلوسنا لحد ما نلاقي تمويل وكده. دلوقتي لا، كان رئيس حي الدقي هو بقت الجهة المتكفل الجهة بالموضوع. الرسمية. طيب جميل، ويشكر رئيس حي الدقي، بنشكرك ونتمنى رؤساء الاحياء بقيتهم في مصر كلهم يعملوا كده، الفنان هيثم هندي ولينا أسامة المنسقين لاحتفالية ثورة دقي، نورتونا، ونتمنى مصر كلها كده تبقى جداريات. نتمنى نشوفك شكرا. تاني. العفو يا شباب. مشاهدينا دي كانت فقرتنا، فقرتنا اللي جاية هتكون مع 2 من أبطال العالم في كرة السرعة، 2 أبطال مصريين ولد وبنت من شباب مصر، انتظرونا بعد الفاصل.